في لقاء مع المستثمرين ورجال الأعمال من الجانب الأمريكي مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كان لقاء مثمر جدا، وكانت هي المجموعة اللي كان فخامة الرئيس يعني تقابل معاها منذ شهور، فيعني كلهم أشادوا بالنقلة النوعية اللي حصلت في عموما كل البرنامج الإصلاح الاقتصادي. بطبيعة الحال ركزوا على مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وأشادوا بكل الإصلاحات التشريعية والمؤسسية اللي تمت لتسهيل الإجراءات وتقليل العقبات وفي التأسيس والترخيص وكل الإجراءات اللي بيقوم بها المستثمر. تاني حاجة، هم أشادوا بالبنية الأساسية، لأن كتير من المستثمرين كانوا حريصين ان هم يكون في كل الخدمات والبنية الأساسية متاحة، سواء من كهرباء، طرق، كباري، مواني. فالجميع أشاد ان البنية الأساسية شجعتهم ودعمتهم في ضخ استثمارات أكبر في الفترة القادمة. طبعا كلهم أكدوا ان السوق المصرية يعني سوق كبيرة، ويعني مش بس موقع استراتيجي بمحور قناة السويس، ولكن أكدوا ان السوق المصرية بعدد السكان والاتفاقيات التجارة الحرة مع أفريقيا ودول عدة من أوروبا وآسيا، دي شجعتهم ان هم يضخوا استثمارات أكبر في الفترة القادمة بإذن الله. طبعا تكلموا على بعض التحديات. طبيعة الحال ان هم يعني حريصين يعني تستمر الحكومة في تنفيذه، وسيادة الرئيس أكد على إن هذا البرنامج هو مش بس برنامج الحكومة، لكن هو برنامج مصر. الشعب المصري مساند وداعم لهذا البرنامج، لأن هو هدفه الرئيسي هو تحسين دخل ومعيشة المواطن المصري، وده هيتم من خلال ضخ استثمارات أكبر اللي هي هتوفر وظائف، اللي هتوفر أحدث التكنولوجيا وكل الطرق الجديدة والحديثة لإدارة المشاريع المختلفة. كان في ممثلين من جميع القطاعات، سواء قطاع البترول، قطاع التكنولوجيا المعلومات، قطاع المنتجات الغذائية، الصناعة، الزراعة، الدفاع، وكله كان متواجد. وفي ثلاث محاور أكدوا عليها. أول حاجة إنهم حريصين يكون في مؤتمر استثماري قريب يكونوا هم داعمين فيه، وأكبر الشركات الأمريكية عايزة تكون ممثلة تحضر، يعني تحكي قصص النجاح ليها في مصر. تاني حاجة إنهم حريصين إن هم يبقى في تحرك من الجانب المصري ستيتس مختلفة، ولقاءات مع عدد أكبر من المستثمرين من جميع القطاعات في الفترة القادمة. تالت حاجة إن هم حريصين من جزء من المسؤولية المجتمعية اللي بينص عليها قانون الاستثمار، إن هم يكون داعمين أكتر للتنمية وتدريب وتطوير مهارات الشباب، لأنه عارفين إن إحنا في مصر فيها نسبة كبيرة من الشباب.